المثل بيقول تعرف فلان قال عرفه، قال عشيرته قال لأ قال يبقى ما تعرفوش. وده نفس الحال في أي مدينة، ممكن تكون عارف اسمها أو معلومات عنها، لكن التمشية في شوارعها وملاحظة نبض الحياة فيها شيء مختلف. احنا النهاردة في شوارع الإسماعيلية، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا الممتدة مع بعض في عدد ضخم من شوارع الإسماعيلية، من هنا من شارع أم كلثوم أو شارع محمد علي، وزي ما تحب تقول قول. على شمالنا كوبري سالة اللي اتكلمنا عنه في حلقة من حلقات الإسماعيلية، وعلى يميننا شارع الجمرك، وبعده على طول جنايد الملاحة. كل اسم أنا بقوله وكل شارع بنعدي عليه بالنسبة لأهل الإسماعيلية هو تاريخ وذكرى ملهاش مثيل. احنا موجودين في مدينة الأبطال، واحدة من مدن قناة السويس، وفي عاصمة محافظة الإسماعيلية اللي مبنية على الضفة الشمالية الغربية من بحيرة التمساح، واللي هي جزء من ممر قناة السويس، واحنا تقريبا في منتصف المسافة بين بورسعيد في الشمال والسويس في الجنوب. احنا دلوقتي فوق الكوبري اللي بينقلنا على الناحية التانية من الشارع، وزي ما حضراتكم هتشوفوا معايا اول ما هنلف بيكون قدامنا المتحف العالمي لهيئه قناه السويس، او المقر الاداري الاول لقناه السويس، والمبنى اللي اتخذ جواه القرار المهم في تاريخ مصر وهو تاميم قناه السويس، واللي تم اعلانه زي ما كلنا عارفين في اسكندريه يوم 26 يوليو سنه 1956. المبنى ده كان اتحول لمقر للحزب الوطني في وقت من الاوقات، وعلى يمنا هنا فيلا دي ليسيبس اللي هي من اوائل المباني اللي اتعملت هنا في الاسماعيليه عشان يعيش فيها دي ليسيبس صاحب امتياز حفر قناه السويس. فيلا طرازها المعماري شبه الريف الأوروبي، ودخلت جوه حيز متحف قناة السويس. كمان كان على يمنا شارع شخصية كان ليها دور كبير في التاريخ المصري، ودور كبير في تاريخ الإسماعيلية، ودور كبير في المقاومة رغم انتهاء المعركة الشهيرة التل الكبير من الجيش المصري بقيادة الزعيم أحمد عرابي والجيش البريطاني باحتلال مصر، واللي استمر 72 سنة. لكن في مغزى كبير ان شارع أحمد عرابي يكون جنب فيلا دي ليسيبس، واللي خان وعده مع عرابي سنة 1882 في عدم السماح للإنجليز بدخول مصر من القناة وسمح ليهم بكده. عدينا بقى على مدرسة هيئة قناة السويس والمجلس المحلي لمدينة الإسماعيلية، وما زلنا موجودين في واحد من أشهر شوارع الإسماعيلية وأجملها، شارع محمد علي، الشارع اللي اتعمل مع بداية تأسيس المدينة خلال عمليات حفر القناة، واللي سماه كده محمد علي الخديوي إسماعيل تكريما لجده محمد علي، واللي قدامنا هو تمثال الخديوي إسماعيل على ناصية شارع من أهم شوارع إسماعيلية كلها، وهو شارع التلاتيني، وهو اللي دخلناه دلوقتي حالا. وكان على شمالنا كوبري البلاجات أو كوبري التلاتيني، واللي لو عديناه وعدينا الشارع هندخل مع بعض على طريق عمارة السياحي أو طريق البلاجات في الإسماعيلية. احنا دلوقتي نازلين نفق التلاتيني، واللي هو يمكن كان شارع يعني هو من الشوارع التجارية بشكل كبير، واللي اتأثر من الناحية التجارية بإنشاء النفق اللي احنا نازلينه دلوقتي. لكن النفق ده كان مهم لتخفيف التكدس المروري الكبير اللي كان حاصل في الشارع، وخاصة ان النفق ده بيعدي المزلقان بشكل آمن وسريع. زي حضراتكم شايفين احنا في واحد من الشوارع المهمة في الإسماعيلية، هو شارع التلاتيني، ويمكن اسمه الحالي دلوقتي شارع الجمهورية، واحنا موجودين في حي اول الإسماعيلية، شارع هنا بيطل عليه مركز شباب الإسماعيلية، واحنا هنفضل ماشيين في النفق وهندخل يمين من هنا عشان نكمل طريقنا جوه شوارع الإسماعيلية، واللي كانت قبل 1862 عبارة عن واحة خضراء بيطلق عليها قرية التمساح. وفي عهد سعيد باشا اتحط حجر الاساس لمدينه التمساح، واتسمت كده عشان وجودها على شاطئ بحيره التمساح. لكن سنه 1863 اتغير اسمها لمدينه الاسماعيليه نسبه لحاكم مصر في الوقت ده الخديوي اسماعيل، واللي عدينا على الميدان بتاعه وعلى التمثال بتاعه في بدايه شارع التلاتيني اللي عدينا عليه من شويه. احنا بقينا دلوقتي في شارع السكه الحديد، وزي ما حضراتكم شايفين جنبنا السلم الازرق المعروف بالاسم ده عند اهالي الاسماعيليه، وهدف السلم ده انك تعدي فوق محطة القطر لميدان عرابي، وده بيوضح ان احنا على يمنا دلوقتي محطة قطارات الإسماعيلية. يمكن اليوم اللي انا بصور فيه كان فيه بعض الهواء كده، فده سبب تطاير بعض الاكياس البلاستيكية اللي بتكون خفيفة وممكن تتطاير من صناديق القمامة.
لما هتتمشى في شوارع الإسماعيلية هتحس إن في وجود عادل للتاريخ، هتلاقي تماثيل لكل زعماء مصر الوطنيين، وكمان في تمثال الخديوي إسماعيل ومتحف هيئة قناة السويس ومتحف دبابات أبو عطوة وغيرها كتير جدا من الآثار. احنا دلوقتي بالفعل دخلنا مع بعض واحد برضو من اهم شوارع الاسماعيلية، وهو شارع المستشفى، واللي متسمي كده على اسم المستشفى الاميري او مستشفى الاسماعيلية العام اللي كان موجود زمان، ويمكن دلوقتي بقى مستشفى الاورام، واللي اسمه الحالي شارع انور السادات. احنا كده بقينا موجودين في حي تاني في الاسماعيلية، وفي جزء مهم من الاساس المعماري والاجتماعي في المدينة. من شارع المستشفى هنا بتتفرع شوارع كتير زي شارع سينا والمطرية والعريش والأليوبية وبنها والأقصر ووادي حلفة، وبتلاحظوا اعتزاز عدد كبير من المدن المصرية بالمدن التانية. الحي اللي احنا فيه بيعتبر يعني موطن الطبقة الوسطى في الإسماعيلية، ومن هنا خرج عدد كبير من النجباء زي الراحل الروائي الكبير محمود دياب، واللي كتب واحدة من أجمل الروايات عن الإسماعيلية. احنا موجودين دلوقتي يعتبر في الحي العربي، هو الحي اللي بدأ بسكن المصريين اللي شاركوا في حفر قناة السويس وترعة الإسماعيلية. يعني الشوارع اللي احنا فيها اشتهرت ببطولات المقاومين المصريين ضد الوجود البريطاني. طبعا احنا كده في ميدان مستشفى الاميري، وقدامنا واحدة من اهم مدارس مصر وهي مدرسة السادات الثانوية. وعند الميدان ده وقدام المدرسة دي بنفتكر يوم 16 اكتوبر، واللي هو العيد القومي المحافظ للإسماعيلية، هو ذكرى المقاومة الشعبية لابناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني سنة 1951. ومعركة كان اسمها معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية، اللي هي المدرسة اللي عدينا عليها واللي اسمها دلوقتي مدرسة السادات، واللي خرج منها الطلاب وانضم ليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وعاملين في شركات تانية في ملحمة وطنية، وهجموا على واحدة من المنشآت الاقتصادية الضخمة واللي كان اسمها النافي الإنجليزي. احنا دلوقتي موجودين في شارع المدارس، واللي متسمي كده لعدد المدارس الكتير اللي موجودة فيه. ونرجع لقصة النافي او النيفي، ده كان مبنى تجاري وترفيهي، ويعني مول كده بالشكل الحديث، وكان جنود البحرية البريطانية هم وعائلتهم بيتسوقوا ويشتروا احتياجاتهم منه، عشان كده اتسمى النافي، اللي هي جاية من كلمة نيفي اللي هي بمعنى بحرية. كان مبنى كبير فيه محلات كتير، وساعتها الطلبة وعمال الشركات وعمال السكة الحديد كمان حرقوا المبنى تعبير عن الغضب الشعبي. احنا ما زلنا موجودين في شوارع الإسماعيلية، وليمكن عدد من سكان محافظات مصر ما شافوش شوارع الإسماعيلية قبل كده. باين على شمالنا هنا يمكن كان الأضواء الكشفة لاستاد الإسماعيلية الرياضي، واللي هنروح ليه كمان شوية ونتمشى حواليه ونحكي بقى عن الدراويش معشوق الإسماعيلية. بما اننا اتكلمنا عن الدراويش واحنا قريبين من استاد الإسماعيلية، فاحنا بقينا موجودين في شارع رضا، اللي كان أسطورة في القرى المصرية، وكان هو وشحتة أشهر دويتو في تاريخ الإسماعيلي. ورضا اتولد في حي المحطة الجديدة في شارع الفن، كان لعيب مهاري جدا ولعب في كل مراكز الهجوم، وطبعا كان لعيب دولي، ويمكن وقتها مدرب البرازيل قال عليه أنه أحسن جناح أيمن في العالم بعد جارينشيا، يعني أطلقوا عليه الساحر والفنان والأسطورة. من المميزات المهمة للإسماعيلية يعني وجود المساحات الخضراء، ووجود البحيرات المختلفة والشواطئ الجميلة، وجود عدد من المواقع الأثرية والمتاحف. كمان من مميزاتها قربها من القاهرة، من أفضل الأوقات اللي ممكن تزور فيها الإسماعيلية هو من شهر أكتوبر لشهر يونيو، بيكون الجو كويس جدا. ملاحظين مع بعض لون عربيات التاكسي في الإسماعيلية اللون البرتقاني مع اللون الأبيض، وعموما اللون الأصفر والبرتقاني هنا هتلاقوه كتير جدا هنا وفي كل حتة. احنا لسه مع بعض في شارع رضا، ووصلنا مع بعض لميدان من ميادين الإسماعيلية المشهور، وهو ميدان الممر، واللي اسمه دلوقتي ميدان الحرية، وده متسمى ميدان الممر بسبب النفق اللي هندخل منه واللي بيعدي خط السكة الحديد، واللي بينقلنا من الميدان للشارع اللي في وش حضراتكم على طول دلوقتي، وهو من الشوارع الشهيرة جدا، وشارع السلطان حسين. زي ما حضراتكم احنا ممكن نعتبر ميدان الممر هو حلقة الوصل بين حي العرب، مقر إقامة التجار العرب وعمال قناة السويس زمان، وحي الإفرنج، مقر إقامة المهندسين الأجانب اللي بيديروا قناة السويس زمان، واحنا بالفعل بقينا موجودين في حي الإفرنج. ميدان الممر هو ملتقى لأحياء الإسماعيلية الثلاثة، حي أول من امتداد شارع سلطان حسين، وحي تاني من عرايشية مصر وشارع السكة الحديد، وحي تالت من شارع رضا.
طبعا احنا اضطرينا ان احنا ندخل يمين، واللي كنا لو كنا مكملنا على طول كنا هنروح على ميدان عرابي وهنروح على مدخل محطة القطر، لكن احنا دخلنا يمين في شمال عشان نرجع وندخل على شارع السلطان حسين. ميدان الممر اللي عدينا منه موجود فيه قهوة المثلث المشهورة، واللي هي معقل للمثقفين والسياسيين من سنين طويلة. احنا كده زي ما قلت لحضراتكم في الحي الافرنجي في الاسماعيلية، واهالي الاسماعيلية كانوا بيطلقوا عليه الكاريه، وما زال الاسم ده موجود عند كبار السن هنا في الاسماعيلية. كلمة كاريه بالفرنساوي معناها مربع، لان جومارد المهندس الفرنساوي لما خطط الاسماعيلية قسمها لمربعات، منها المربع الاول وحي الافرنج لإقامة الاجانب وكبار العاملين بقناة السويس، ومربع حي العرب اللي عايش فيه باقي المواطنين من مصر والدول العربية. احنا كده بقى داخلين على شارع السلطان حسين مع بعض، وهنلاحظ ان الشارع ضيق جدا لمرور العربيات، واسع جدا في الجزيرة الوسطى، وده لانه بيعتبروه شارع ممشى في الاصل. شارع هنا هو اللي بيربط بين جناين الملاحة واللي كان اسمها حدائق دليسيبس، وبين حي العرب واللي بيفصلهم السكة الحديد. شارع مش طويل وبيمتد من ميدان الممر ولغاية شارع محمد علي، يعني شارع تجاري وفيه سينمات ومحلات ومطاعم وكافيهات وبنوك ومولات، منطقة حيوية ومكان جميل للخروج والتمشية في الإسماعيلية. الشارع كان اسمه في الأول فوزان باشا، وكان ده كبير المهندسين الفرنسيين في شركة قناة السويس، لكن لما تولى السلطان حسين الحكم سنة 1914 اتغير اسم الشارع للسلطان حسين، وفضل كده لغاية ثورة 52، وساعتها اتغير اسم الشارع زي شوارع كتير وبقى اسمه شارع الثورة. لكن وزي كل الأماكن في مصر، الناس بتحب جدا الاسم القديم وما زالوا محتفظين بالاسم ده، وهو شارع السلطان حسين. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده رايحين مرة تانية على شارع محمد علي، وهنروح مع بعض على ميدان من الميادين المشهورة جدا في الإسماعيلية، وهو ميدان شامبليون. احنا كده في وشنا ميدان شامبليون، وهو من الميادين القديمة والتاريخية في الإسماعيلية، وبترجع نشأته لتخطيط مدينة الإسماعيلية نفسها، واللي أنشأه جومارد المهندس الفرنساوي واللي قلنا عليه، وكان أول ميدان في الإسماعيلية. كان اسمه زمان ميدان الملكة فريال، وبعدين اتحول اسمه لشامبليون تقديرا لدور العالم الفرنساوي اللي فك رموز حجر رشيد الشهير، ودلوقتي الميدان اسمه ميدان الجمهورية. كان طبعا على مر التاريخ شاف عدد كبير من الأحداث التاريخية في مقاومة المحتل وعمليات الفدائيين، اللي كان للإسماعيلية نصيب كبير منها على مر الزمن. من أهم المعالم اللي كانت موجودة هنا في الميدان المبنى الرئيسي للبريد في الإسماعيلية، وجنبه عمارة إليو والنادي الاجتماعي لهيئة قناة السويس، وفضل موجود لغاية 1974 واللي اتهد واتعمل مكانه المسجد اللي شفناه، وهو مسجد أبو بكر الصديق واللي أنشأه المهندس الإسماعيلاوي عثمان أحمد عثمان. كمان هنا نادي الهيئة الاجتماعي ومستشفى شوقي خلاف للعاملين بالهيئة، ومبنى الجوازات الكلاسيكي اللي بيعرفوا كل أبناء الإسماعيلية، ومدرسة الصناعات الفنية المشهورة. من الشارع اللي احنا فيه هنروح برضو على شارع من الشوارع الجميلة في الإسماعيلية، وهو شارع أحمد عرابي، عشان نتمشى فيه شوية وما زلنا بنلف وندور جوه شوارع الإسماعيلية الجميلة جدا. خلاص بقى طالعين على شارع أحمد عرابي، وقدامنا مباشرة بنك فيصل الإسلامي، وهندخل الشارع واللي مليان زي ما حضراتكم شايفين بالأشجار الكتيرة جدا. برضو ممكن نقول انه تمشية رايقة كده لأهالي الإسماعيلية. شارع مش طويل خالص، وبيربط بين شارع محمد علي وميدان عرابي ومحطة قطار الإسماعيلية، وزي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي موجود على يميننا هنا كاتدرائية القديس ماري مرقس للأقباط الكاثوليك، وبيطلق عليها الكنيسة الفرنساوي، يعني تحفة معمارية ومن أشهر الكنائس على مستوى العالم. شارع أحمد عرابي كان زمان اسمه شارع أوجوني، طبعا كلنا عارفين مين هي أوجوني الإمبراطورة الفرنسوية، وعارفين مدى إعجاب الخديوي إسماعيل بالإمبراطورة أوجوني.
احنا خلاص طالعين على ميدان عرابي او ميدان سكة حديد الاسماعيلية، وقدامنا محطة قطارات الاسماعيلية، وموجود هنا زي ما حضراتكم شايفين تمثال للزعيم الوطني احمد عرابي. المحطة اللي قدامكم دلوقتي عمرها اكتر من 150 سنة، وتغيرت معالمها مرتين على مر الزمن، وانشئت مع بداية انشاء مدينة الاسماعيلية بعد حفر قناة السويس. اختاروا اهم ميدان في وسط الاسماعيلية هو الميدان اللي احنا فيه، واللي كان اسمه ميدان الملكة نازلي، وفضل اسمه كده لغاية ثورة 52 وجلاء الانجليز عن مصر، وتسمى بعدها بسنين ميدان عرابي، وتحط هنا التمثال اللي موجود على شمالنا. كان موجود هنا في الميدان مبنى النافي اللي حكيت لحضراتكم عليه من شويه صغيرين، والميدان هنا بيبدا كل واحد جاي الاسماعيليه بالقطر رحلته للاسماعيليه من الميدان اللي احنا فيه. مشي هنا في الميدان ملوك ورؤساء وزعماء واباطره، وهنا استقبل الخديوي وجوني. هندخل بقى مباشرة من الميدان على شارع عدلي، وعلى أول ما هندخل الشارع هنا هيكون على يمنا أوتيل إيزيس، واللي هو من الفنادق القديمة جدا في الإسماعيلية، يمكن مقفول حاليا لكن هو برضو بنشوف هنا أنماط المباني القديمة جدا موجود هنا، يمكن عدد من الأكشاك اللي بتبيع الكتب القديمة والمستعملة. هنفضل ماشيين شوية صغيرين وهندخل مباشرة شمال كده من شارع التحرير، واللي بيعدينا مرة تانية شارع عرابي، وهنشوف كده اللي بنتفرج مع بعض على المحلات والمباني القديمة اللي موجودة هنا. يمكن موجود على يمنا دلوقتي بورصة التن أو قهوة من القهاوي الإسماعيلية، واللي لو دخلتها هتحس أكنك رجعت بآلة الزمن لورا. كراسيها خشب قديمة والديكور زي ما هو كده. بيقابلنا يمنا وشمالنا شارع أحمد عرابي، ولو دخلنا يمين هنروح على شارع محمد علي، ولو دخلنا شمال هنرجع مرة تانية على ميدان عرابي، لكن احنا هنكمل طريقنا مباشرة كده جوه شارع التحرير. يمكن الإسماعيلية عبر التاريخ معروفة ومشهورة بزراعة المانجا، واللي ما كانش المصريين عارفينها من 200 سنة، لكن هنا اتفننوا في زراعة 100 صنف منها. وانت داخل الإسماعيلية هتلاقي على يمينك وشمالك شجر المانجا مالي المكان بشكل كبير جدا، وخاصة طبعا او يعني بيكون موجود طبعا في فصل الصيف. المانجا في الإسماعيلية يعني بتتميز بدرجة ملوحة مرتفعة في الأرض الزراعية اللي متسربة من قناة السويس وبحيرة التمساح، وده السبب اللي بيقولوا المزارعين هو سبب في حلاوة طعم المانجا هنا عن أي مكان تاني. كمان في اللي بيقول إن السبب طبيعة التربة اللي هي خليط ما بين الطمي والرمل، وكمان المناخ المناسب. الروايات بتقول ان محمد علي باشا هو اللي جابها من سريلانكا، واتزرعت لاول مره سنه 1820 في انا في الصعيد، وابنه ابراهيم جاب انواع تانية من الهند واتزرعت في الروضه في القاهره، وده قبل ما تكون الاسماعيليه موجوده. لكن بعد كده بقت الاسماعيليه ملكه المانجا في مصر، وبقى المحصول الرئيسي للمحافظه. فعلا لو عايز مانجا فعلى الاصل دور، واتعمل هنا كمان يعني يمكن مهرجان اسمه مهرجان المانجا، فاللي بيحب الانواع المختلفه من المانجا هيلاقيها بكثرة هنا. الفنص والعويس والفص والسكري والنعومي والياسمين والطيمور والهندي وغيرهم كتير كتير. احنا لسه مع بعض ماشيين في شوارع واحياء ومناطق الإسماعيلية، وبنستمتع بمدينة جميلة من مدن مصر. معاكم شايفين اللوحات الإرشادية هنا بتقول انك لو كملت سطحي هتكمل على شارع الحرية، ومن النفق هنا هيكون عندنا مجموعة من الاختيارات، منها شارع المشير أحمد إسماعيل والكوكا كولا وشارع جمال عبد الناصر. على شمالنا هنا نادي الشجرة، والنفق اللي بنعديه مباشرة ده هو نفق جمال عبد الناصر، وعلى يمنا هنا طريق المشير أحمد إسماعيل. وأول ما بنطلع من النفق بنكون خلاص جوه شارع من أهم برضو شوارع الإسماعيلية، وهو شارع شبين الكوم أو شارع شبين عموما. بنلاحظ انتشار أسماء شوارع المدن والمحافظات المصرية جوه الإسماعيلية، يعني احنا في شارع شبين الكوم، وفي شارع القليوبية والمنوفية والعريش والأقصر والزقازيق والشرقية والدقهلية وبنها وغيرهم كتير من الشوارع. الشارع هنا متسع نسبيا وحرتين رايح جاي، زي ما حضراتكم شايفين في جزء دلوقتي منه رايح بس في الحرتين، لكن في جزء هيكون رايح جاي.
احنا كده موازيين لشارع رضا اللي زرناه من شوية صغيرين، وشارع شبين زي ما هنشوف هو واحد من الشوارع المحيطة باستاد الإسماعيلية، واللي أضواء الكشفة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين باينة معانا اهو. وطالما داخلين بقى على استاد الإسماعيلي، فالنادي الإسماعيلي ممكن نقول عليه مؤسسة اتبنت كل طوبة فيها من كل بيت وعيلة في الإسماعيلية. دي جملة كان قالها الكابتن إبراهيم علام سنة 1948 لانتماء لفريق كأنه انتماء لوطن. ده شعور كل اسماعيلاوي تجاه النادي الاسماعيلي. لما تشوف اللون الاصفر على طول هتفتكر متعة الدراويش، وهتربط على طول بينهم وبين المنتخب البرازيلي واللي بيلبسوا نفس اللون. احنا دلوقتي في حضرة استاد الاسماعيلي برازيل الكرة المصرية. يمكن الاسماعيلي بدأ باسم نهضة الشباب المصري بمجهود ذاتي لأهالي الاسماعيلية، وده كان سنة 1921، وده يبين مدى اعتزاز أهالي الاسماعيلية بالنادي اللي موجود على شمالنا دلوقتي، ويمكن كان مكانه سوق الجمعة دلوقتي لما بدأ النادي الاسماعيلي. لكن الاسماعيلي بشكله الحالي ظهر سنة 1924، يعني احنا السنة دي بنحتفل بمئوية النادي الاسماعيلي. شوفوا بقى الاستاد موجود في حضن بيوت الاسماعيلية الدافية، وكأن الاستاد وكأن النادي الاسماعيلي بيت كبير بيحتوي كل اسماعيلاوي محب للرياضة بصفة عامة. شعار النادي الإسماعيلي الحالي هو عبارة عن كرة قدم باللون الأصفر والأزرق. الأصفر دليل على الرمال وفاكهة المانجا، والأزرق دليل على المية جوه مجسم الدرع، وده رمز لعودة البطولات للنادي، وبيحيط به غصن الزيتون باللون الأزرق ومكتوب عليه نادي الإسماعيلي الرياضي بالعربي والإنجليزي. في الصورة اللي قدام حضراتكم يعني بعض أهالي الإسماعيلية اللي دهنوا بيوتهم باللون الأصفر احتفالا بمرور 100 سنة على تأسيس النادي. شايفين قد إيه هم بيحبوا النادي الإسماعيلي، واللي بيعتبروه وبيعتزوا بيه جدا، وبيعتبروه تاريخ مهم بيرصد مشوارهم وقصصهم مع الكفاح. احنا في محافظة عانت وعاشت فترات مهمة في تاريخ مصر الحديث، التهجير وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر ومقاومة الاهالي للاحتلال البريطاني وغيرهم كتير من القصص البطولية. جماهير الاسماعيلي بتساند النادي مهما كان وضعه، تسنده وهو بطل، وايا كان وضعه في المسابقة فهم واقفين جنبه. طيب ايه حكاية بقى الدرويش؟ الاسم المشهور ده جه من ان كان فيه لعيبة بارزة جدا في فريق الاسماعيلي في عصره الذهبي كان اسمهم كلهم درويش، يعني حسن درويش وايمن درويش ومصطفى درويش وميمي درويش، وكانوا مشهورين بالمراوغة اللي بنقول عليها بتاعة الشارع او الترقيص بتاع الشارع، واللي بتخلي يعني الفرق التانية تلف حوالين نفسها يعني زي الدراويش في حلقات الذكر من اهل التصوف. وفي كمان كان في فرقة مسرحية اسمها الدراويش، بيقال برضو انه ده السبب في اطلاق الاسم ده، واللي اطلقه شيخ النقاد والناقد الكبير جدا الله يرحمه نجيب المستكاوي، واللي كان اطلق قبلها برضو على الفريق الاسماعيلي لقب السيرك، واطلق عليه كمان فرقة رضا وشحتة للفنون القروية اللي جاية من اسم فرقة رضا للفنون الشعبية، وأطلق عليهم كمان لقب الهكسوس في فترة، يعني لقوتهم وغاراتهم المستمرة على كل الأندية المصرية. وسمى الإسماعيلي كمان طرزان الكرة المصرية، وده لما لعب في أدغال أفريقيا وعمل نتائج ممتازة، واللي احنا عارفينه إن الإسماعيلي كان أول فريق مصري ياخد بطولة أفريقيا سنة 1969-1970. احنا ما زلنا مع بعض في شارع شبين الكوم، وبنلف وندور على تاريخ وحاضر الاسماعيلية الجميلة، وعدينا شارع ابراهيم سلامة او طريق عثمان احمد عثمان. والاسماعيلية كان ليها نصيب كبير في الحرب العالمية الاولى، كانت اغلب المعارك على شط القناة ممتدة من القنطرة وصولا للسويس، واغلب الاماكن في الاسماعيلية كانت هنا معسكرات ومستشفيات واقامة ومقابر لقوات التحالف. منطقة العرايشية كانت من الأماكن اللي خدتها قوات التحالف كمقر يعني عدة خدمات زي المعسكرات وسجون الأسرى ومخيمات ومراكز اتصالات. وموجود على الجانب الشرقي من القناة في جبل مريم نصب تذكاري لشهداء الحرب العالمية الأولى، واللي دفعوا عن القناة تخليدا لدورهم البطولي، وافتتح النصب ده سنة 1930 بيطل على قناة السويس جنب محطة طوسون. منطقة هناك كان اسمها الشيخ حنيدق، وواحد من الأولياء الصالحين، وكان بيقام ليه مولد لكنه اتمنع بعد سنة 67 لأن الناس يمكن شككوا أصلا في أنه شيخ أولي. وعن المنطقة ما زالت بتتسمى بالاسم ده لغاية دلوقتي.
زي ما حضراتكم شايفين احنا كان على شمالنا حي، يمكن حي اسمه حي السلام، والاحياء المستحدثه في الاسماعيليه، وهنخرج بقى من شارع شبين الكوم مباشره، وبيكون قدامنا زي ما حضراتكم شايفين كده جامعه قناه السويس. الجامعة اللي قدام حضراتكم دلوقتي فيها كل الكليات المعروفة تقريبا، يعني فيها كلية الطب وكلية طب أسنان وكلية صيدلة وزراعة وعلوم وهندسة وحاسبات وأداب وسياحة وطب بيطري وتربية وألسن وتربية رياضية. والجامعة مساحتها كبيرة زي ما حضراتكم شايفين وهتشوفوا معايا، لأن احنا طلعنا في الطريق الدائري واللي هو بيكون مدخل الإسماعيلية. لو انت جيت من الطريق الجديد بتدخل من هنا من الطريق الدائري، وبعدين بقى بتكمل طريقك للمكان اللي انت عايز تروحه وتزوره جوه الاسماعيليه. زي حضراتكم شايفين هو مدخل جميل جدا، وطريق منظم ومرتب ومشجر بشكل كبير، وموجود فيه برضو عدد من المعالم الكتير غير جامعه قناه السويس، وبيطل عليه عدد من الشوارع. وهتلاحظوا طبعا يمكن شارع 6 اكتوبر، بعديه شارع العاشر من رمضان، هتلاحظوا طبعا انتشار اسماء الشوارع اللي بتطل يعني بتدل بقى على بطولات وبتدل على تاريخ الشعب المصري. وقبل ما انهي رحلتي معاكم اللي كانت ممتدة في عدد ضخم جدا من شوارع الاسماعيلية، واللي اوعدكم ان شاء الله باذن الله ان احنا هنستكمل رحلتنا مع بعض في شوارع تانية جوه الاسماعيلية، ولكن بقى هناخد شوارع او شوارع الاحياء القديمة في الاسماعيلية، حي المحطة الجديدة وحي عرائشية مصر، يعني هناخد جولة متسعة كده في عدد كبير برضو من شوارع الاسماعيلية في الاحياء القديمة. فقبل ما انهي رحلتي معاكم، لو افتكرنا كده شارع محمد علي اللي بدأنا منه رحلتنا، فعايزين نقول ان شارع محمد علي ده يعني شهد احداث معركة الشرطة ضد الاحتلال البريطاني في 25 يناير سنة 1952، وكمان الشارع كان فيه عند كوبري سالة اللي بدأنا تقريبا منه رحلتنا شهد وقعة عربية البرتقال اللي المقاومة الشعبية عملت فيها اعمال فدائية ضد جنود الاحتلال. كمان كنا عدينا على شارع حسن درويش، واللي كنت قلت لكم من شويه يمكن اسم الدرويش كان هو من ضمن اللعيبه اللي كانوا السبب في تسميه الدرويش باسم الدرويش، كان من لاعبي نادي الاسماعيلي المشهورين، واللي توفى سنه 1975، ويعني سرادق العزاء بتاعه اتعمل في شارع التلاتيني اللي عدينا عليه خلال رحلتنا النهارده. احنا لسه بنتمشى مع بعض جوه الطريق الدائري، واللي زي ما بقول لحضراتكم لو انت جيت من الطريق الجديد للاسماعيليه، يمكن في الحلقه اللي فاتت او في الحلقه الاولى من حلقات الاسماعيليه اللي اسمها ابتسم انت في الاسماعيليه، كنت اتكلمت عن الطريقين وازاي انت ممكن تخش من الطريق القديم وممكن تخش من الطريق الجديد، والطريق الجديد هو اللي هيجيبك هنا، لكن الطريق القديم كنا ماشيين بقى حوالين اشجار المانجا الشهيره جدا اللي كانت موجوده هناك. موجود على يمنا دلوقتي مجمع الاسماعيليه الطبي، واحنا لسه هنفضل ماشيين، وهيقابلنا دلوقتي ميدان، وهو ميدان اسمه ميدان احمد جويلي اللي كان محافظ للاسماعيليه وزير للتموين، وكان من الناس المشهود ليهم بالكفاءه والاحترام. يعني عايز اقول لكم ان ما زالت الرحله ان شاء الله ممتده، واستنوني في رحلات جديدة جوه الإسماعيلية بشوارعها الجميلة ومناطقها الجميلة وبأحيائها القديمة. وإحنا دخلنا دلوقتي على شارع اسمه محمد صبري مبدي، وأتمنى إن رحلتي النهاردة اللي كانت ممتدة جوه شوارع الإسماعيلية تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، مهم جدا تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.